معكم كالعادة يا بوز دي دي جينا في حلقة جديدة عشان نوريكم كيف تردوا تسكين النوب في فري فاير ينقص هيت شوت 385. شكون يصدق هذا؟ نحكي لكم توا وانا نلعب في العادة راح اوريكم كيف تقدر. اول شيء بتروحون تمشي السكين اي كان عنده سكين نينجا هو يكون متطور راح تجيك لفتة تقول لك تطور ولما تطور راح تجيك قوته كم وراح تجربها وبعد ما تجربها راح تدخل تلعب وتلعب راح تجي هنا تذكر اللي هي كده تخلي قليل وثم تعد شيء صحيح انا راح يرجع لك ممكن ما تكون مت او شيء بس دي تجربة فضل راقبوا الان ريتو كيف راح يجيكم سكين هكا سكرا راح يجيكم سكين نوب بس انا عملت ذلك عجبني سكين نوب بس عندي لا ما ما تتنحى سكين نينجا بيبقى وراح اشوفوا كيف نجربوها راح نعودكم بعد فاصل. اوكي شباب كيف عم تشوفون ما في اي ولا واحدة سكين خاطر عملتو قصيتو الويفي او الانترنت بعد قليل راح ندخل نجرب في ايدت ماذا حصل السكين نوب. اوكي بقول بسم الله انا شفتها على يوتيوب وحاولت اجربها عدد مرات بس راح نشوفوا هذي راح نشوفوا كيف راح يصير ده. اوكي قول بسم الله كالعادة سكين نوب what the fuck ما في ولا واحد زيرو. اوكي look at this oh shit man كالعادة ودخلتوا اربع خمسة من ستة من الناس وكده اسهل لك اذا كنت برو اسهل لك علشان تربح وكالعادة تشوفون وراح تجيكم صفر هنا وراح تبقى كده وفي نفس الوقت تبقى انت في العالم كل واحدة تسمع أصدقاء قاعدين يتعاركوا راقبوا لما اوكي وبعد قليل ترجع لك الانترنت بس تبقى السكين نوب اذا يضرب هيت شوت ينقص 385. اوكي دي تجربتنا الاولى في بيك راح اجربها اول شيء وراح صحيح راح تدهور الانترنت بس راح ترجع لك بعد قليل انا بدي اوريكم ده لاني عشان اوري العالم كيف شيء واتمنى لا تنسوا اللايك وابوني كيف تشوفون راح تقصوا عليكم مثلا لما تعود راقب انت كيف عم تشوفون ما في ولا سلاح في اللعبة وأيضا ما راح تكون بسهولة ما تموت بس بالك إذا رجع لك العدو وراح يضدك جميعهم راح يتوقفون بس يمكنهم التحرك بس يستطيعوا يتوقفون كيف عم تشوفون في أمامي واحد راح أحاول أقتله بالبنية come here please oh man are you kidding me oh. ولما تشوف الدم يطلع منك قليل الدم من شاب راح كيف تشوف راح يعني في واحد لما يضربك وصحابك بيصيروا شفاف
اوكي راح ترجع للانترنت بعد قليل، وممكن تكون مت. وكيف ما قلت لكم مت و وكذيس. اتمنى منكم ما تنسوا زر اللايك والاعجاب، وتعمل معكم هذه الى اللقاء.